بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: الثقة بالله. الثقة بالله هي اليقين والتأكيد القاطع للعبد بأنه واثق بقدرة الله سبحانه وتعالى، بأن الله قادر على كل شيء. الله يستجيب دعاء من دعاه، فتجعل العبد راضيا بالله، ومن وثق بالله وتوكل عليه حفظه من كل مكروه ومن كل الهموم والمشاكل والأزمات والبلاء. فالثقة بالله من علامات الإيمان به، فنحن بحاجة لها لأنها طمأنينة للنفس ومن صفة الأنبياء. فعندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها بكل ثقة بالله، فنجاه الله وحفظه والنار لم تؤذيه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن تحلى بالثقة بالله وتوكل عليه زاد إيمانه وكثر إحسانه، وتحلى بالصبر فيفوز بالجنة. حسن الظن بالله من واجبات التوحيد بالله، وأن الله على كل شيء قدير وهو القوي المتين. ومن وثق بالله وسأله بصدق ويقين فإن قلبه يطمئن، وهذا يساعد المسلم بالنجاح في كل المجالات المشروعة من الرزق فيحقق هدفه. لنثق بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الرزاق، يرزق عبده المؤمن بالسعادة في الدنيا والآخرة، ولن يضيع أجر من عمل صالحا وكان محسنا محبا ورؤوفا بالناس، ولا يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى والضر، ومحافظا على البيئة ومحسنا إلى الحيوانات. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.